اساتذه. واد يا نمله. ايوه يا ملكه. تعالى قومني يا واد. هيا يا استاذ، عجبتك؟ طبعا، ده انت فنانه جميله وعظيمه. شويه اكشن زي الفل. وانت ممثل عظيم. هو مين ده اللي عظيم؟ انا اللي بنتج هنا. ايوه بس ده ما يمنعش ان هو ممثل عظيم. طب والله العظيم لا تمشي انت والممثل العظيم. لا لا، ده هو يقصد ان انا عظيم عشان واقف قدام نجمه عظيمه. طبعا طبعا، ده كلهم في اللوج وانت لوحدك اللي في الكلوز. انا عامل لك فيلم كده في شويه ديكوباج على شويه مونتاج، اخلي اللي بيتفرج على الفيلم ده ينهج. احنا هنعمل فيلم يكسر الدنيا، فيلم عظيم. كسر الدنيا؟ ده انا اللي هكسر دماغكم. عربيتي باظت يا استاذ الدوائيه. في ايه يا عم؟ انت عامل حوار ليه؟ يا عم انا ماليش فيه، انا عايز فلوس اجيب عربيه جديده. يا عم عربيه جديده ايه؟ خلاص انا وديها عند اي سمكري وشوف هيتكلف كام وانا هدفعه لك. يعني اروح لاي سمكري اقول له في خرتيت وقع على العربيه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما تحاسب ملابسك يا عم انت. خلاص في ايه وبتاع؟ انت مش عارف عملت ايه في العربيه؟ بس يا عم انا هحل المشكله، تعالى. يا عم انا مش همشي لما اخد فلوس العربيه. تعالى مصلحتك معايا. ايه ده؟ جايب لي مكانه عربيه عليك. ايه يا ملكه؟ ايه؟ في ناس بره بيسالوا عليك. بوليس؟ لا، ما بيقولوا ان هم اخواتك، واحد اسمه فخر والتاني اسمه سيد. فخر وسيد؟ ايه اللي جابهم دول؟ طب روح ابعتهم على الكرفان. حمام يلا.